حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة على مؤازرة ومساندة لاعبي منتخبنا الوطني لفنون القتال في منافسات اليوم الرابع من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة والتي تعد أكبر حدث رياضي في القارة الآسيوية متمثلا في أسبوع بريف الدولي للقتال والذي يقام في مملكة البحرين تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمستوى المنتخب الوطني والذي عكس مدى القدرات والإمكانيات التي يمتلكها اللاعبون منوها سموه بحرص كافة اللاعبين على تمثيل المملكة خير تمثيل وذلك من خلال تقديم المستويات المتميزة. وأشار سموه أن البطولة في يومها الرابع جسدت الطموح بأن تكون قوية ويكون التنافس الشريف حاضرا فيها وتؤكد مدى التطور الذي باتت تعيشه رياضة فنون القتال المختلطة في العالم.